اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ان شاء الله بكره هيكون عندنا مباراه هامه جدا، مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري. انا اتكلمت مع حضراتكم كتير جدا امبارح في هذا الموضوع، مباراه مهمه، مباراه ينتظرها كل عشاق وكل محبي النادي الاهلي، مباراه بثلاثه نقاط. ثمان مباريات القادمه كلها الحقيقه مباريات مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. قلت لكم امبارح ان اللي هيحدد بطل الدوري العام المصري هذا الموسم هو النادي الاهلي، هو لعيبه النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي، هو الجهاز الفني للنادي الاهلي. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ما تثقوش في الكلام اللي بيتقال واللي بيتحاول بعض اللجان الالكترونيه ان هي ترميه في المواقع وترميه في على السوشيال ميديا، علشان ثقه الجمهور في لاعبيه تقل. خدوا بالكم من الكلام ده كويس، لانه الفتره اللي جايه هتلاقوا من ده كتير جدا جدا، خصوصا ان شاء الله لو ربنا كرمنا بكره هتبقى الفتره اللي جايه او الفتره اللي بعدها اصعب بكتير. علشان كده انا بقول دايما لحضراتكم المباراه بكره لن يكون فيها الا شيء واحد فقط، المكسب او نتيجه المباراه دي حاجه عند ربنا محدش بيتكلم فيها، ولكن مطلوب من 11 لاعب اللي موجودين، مطلوب من التلات لاعبين اللي هيكونوا ايضا اللي هينزلوا احتياطي كاحتياطيين، اللي قاعدين احتياطيين وينزلوا مكان ثلاث لاعبين اخرين، ال 14 اللي هيلعبوا في هذه المباراه مهما كانت الاسماء ومهما كانت الظروف، ال 14 واحد اللي هيكونوا موجودين دول يموتوا نفسهم ويبذلوا كل المجهود لغرض واحد فقط وهو المكسب. المكسب فقط هو اللي بينتظره او المفروض ينظر له لاعبو النادي الاهلي غدا ان شاء الله. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، عندنا مباراه مهمه، ثلاث نقاط هتضعنا الحقيقه في الطريق الصحيح او بدايه الطريق الصحيح. خلينا ننسى اللي فات كله، خلينا ما نفكرش في اللي فات خالص. الثمان مباريات القادمه لوحدها جزء لوحده من الدوري العام المصري، جزء لوحده بالنسبه للنادي الاهلي. الثمان مباريات القادمه هم دول بطوله الدوري العام، الثمان مباريات القادمه هم دول بطوله الدوري العام. لو قدر النادي الاهلي ان هو يكسب الثمان مباريات القادمه لن ينظر الى نتيجه المنافس النادي الزمالك او المنافس الاخر نادي بيراميدز، ولكن هينظر لنتائج نفسه بس. اللعيبه لازم تموت نفسها من اول دقيقه لاخر دقيقه علشان بتلعب على نتيجه واحده وهي المكسب في مباراه غدا. مباراه غدا هي مباراه صعبه من الناحيه الفنيه، مباراة فيها كرة قدم وفيها تكتيك وفيها شغل مدربين كتير قوي وشغل لاعبين. أنا دايما بأصر على هذا الموضوع، إن اللعيبة بيكون لها أو اللاعبين بيكون لهم دور كبير جدا جوه الملعب. المدرب أو المدير الفني طبعا له دور التحفيز وله دور إن هو يضع الخطة وإن هو يضع التكتيك المناسب لهذه المباراة، ولكن اللاعبين جوه الملعب بقى وتنفيذ اللاعبين جوه الملعب هو ده اللي نتمنى إن احنا نشوفه. الحقيقة مباراة بيراميدز مع النادي الأهلي كانت مباراة جيدة جدا من وجهة نظر الجميع، الحقيقة محللينا الكبار اللي كانوا موجودين معانا واتكلمنا في هذا الموضوع، ان من وجهة نظرنا النادي الأهلي أدى مباراة جيدة في المباراة الأخيرة امام نادي بيراميدز، ولكن للأسف الشديد ما زالت مشكلة إضاعة الفرص السهلة مشكلة تؤرق الجميع، تؤرق جمهور النادي الأهلي. كل اللي عايزينه وكل اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت من المشرف العام على كرة القدم الكابتن محمود الخطيب ان هو حاول ان هو يشيل الضغط من عليهم، حاول ان هو يشيل الضغط من على اللاعبين علشان ما يفكروش الا في شيء واحد بس، ازاي اركز ان انا اجيب جون، ازاي اركز ان انا اعمل اوفر صح عشان وليد ازارو او صلاح محسن او مروان محسن، اي حد بيلعب في هذا المكان او اجاييه او جيرالدو، اي حد موجود يقدر يجيب جون. لاعبين مطلوب منهم التركيز فقط، كل اللاعبين عايزين يصالحوا الجمهور. هتصالحوهم ازاي؟ ان الجزء ده او الثمان مباريات دول تاخدهم لوحدهم، تاخدهم كانهم دوري خاص بمجموعه اللاعبين اللي متواجدين وبالجهاز الفني. فكر في الثمان مباريات، يعني اللاعبين طبعا يفكروا في مباراه مباراه، ولكن احنا كجمهور لما بنيجي نفكر بنفكر ان احنا عايزين نكسب بقى الثمان مباريات دول اللي هيودونا في النهايه الى ان الدوري العام يبقى في للمره ال 41 داخل دولاب النادي الاهلي وللموسم الثالث على التوالي. هو ده اللي احنا بنفكر فيه، لكن انت كلاعب لازم تفكر في شيء واحد، ازاي اقدر ابذل كل المجهود اللي يخليني اكسب هذه المباراه. مباراة صعبة مع فريق جيد
مع مدير فني عالي جدا من الناحية الفنية. عندي النهاردة ثلاثة من النجوم الكبار، الكابتن النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم معاهم في هذا الأمر من الناحية الفنية، كيف يلاقي النادي الأهلي النادي المصري في ظل هذه الظروف، والنادي المصري هيلعب إزاي، والنادي الأهلي من وجهة نظرهم هيلعب إزاي في هذه المباراة الصعبة جدا. ناخد جزء ثمان مباريات القادمة جزء لوحده، علشان إن شاء الله لا نفكر إلا في شيء واحد فقط، وهو مكسب إن شاء الله ثمان مباريات والفوز بالدوري العام المصري. هو ده التفكير اللي بنفكر فيه، مش عايزين نفكر بقى أصل مش عارف مين اتعادل مع مين ولا مين كسب مين ولا لا. أنا شخصيا مش فارق معايا الموضوع ده خالص، اللي يكسب يكسب واللي يتعادل يتعادل، المهم أنا أكسب، المهم أنا فريقي يكسب، أنا اللي أحسم الدوري برجلي كلاعبين، يعني أنا اللي أحسم الدوري بعقلي كمدير فني، إن أنا أقدر أختار ال 11 لعيب اللي موجودين في كل مباراة أو اللي يناسبوا كل مباراة. هو ده اللي إحنا عايزينه، هو ده اللي إحنا بنفكر فيه كأهلاوية، هو ده اللي إحنا دايماً بنشتاق إليه. يعني أنت لو ربنا كرمك وخدت الدوري السنة دي، بعد المباراة هتفضل تفرح يوم واثنين وثلاثة، وبعد كده هتفكر في الدوري ال 42 إن شاء الله لو ربنا كرم. يعني هو ده النادي الاهلي، وياما حصلت قبل كده مليون مره قبل كده، بطولات كثيره جدا حصلت، خدت البطوله قال لك اقفل على البطوله دي وفكر في البطوله اللي جايه. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهم دول لعيبه النادي الاهلي. الضغوط اللي موجوده عليكم الكل يعلم انها ضغوط صعبه، ولكن شيل بقى الضغوط من عليك، شيل الضغوط من عليك وفكر ازاي اجيب جول، ازاي اعمل اوفر، ازاي اعمل الاوفر لاب، ازاي اعدي من الناحيه الثانيه، ازاي اكمل من ناحيه الاوفر من ناحيه الشمال، اكمل من ناحيه اليمين عشان اجيب جون، وبعدين ازاي ارجع اقف ادافع كويس علشان اقفل على الفريق اللي قدامي، هيلعب بشكل بدفاع متقدم ولا بدفاع متاخر. هنتكلم في الحاجات دي كلها. كل ده الحقيقه الناس تنتظر مباراه غدا، مش الاهلاويه بس، كل مصر بتنتظر مباراة غدا، كل مصر مستنية تشوف النادي الأهلي وماذا سيفعل النادي الأهلي، خصوصا الموضوع في إيديك مش في إيد حد تاني، موضوع مازال في إيديك، مش هننتظر نتائج حد ولا هننظر لنتائج حد، لا لسه في إيدينا إحنا اللي نقدر نلعب، وإحنا اللي نقدر نكسب، وإحنا اللي نقدر ناخد ال 24 نقطة وخلاص، ويعلم بقى إيه اللي هيحصل بعد كده. بداية الوصول إلى القمة بدايته خطوة، الخطوة دي حصلت في المباريات السابقة، ولكن نعتبر المباريات السابقة دي دوري لوحده، ونبتدي بقى الدوري الجديد في الثمان مباريات دول. الثمان مباريات دول الخطوة الأولى فيهم هي مباراة النادي المصري غدا، بس فكر في مباراة النادي المصري ونفكر كيف نفوز في هذه المباراة.